رحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم نصائح وتحذيرات الأبراج لشهر مارس النص الثاني. وهنتكلم النهاردة عن برج القوس الناري، وهنتكلم عن نصائح وتحذيرات هامة جدا لبرج القوس الناري النص الثاني من شهر مارس 2022. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام بتاعي. عايزين نوصل انستجرام ل 200 ألف فولوور قبل شهر رمضان، وده الماشن بتاعتكو. وكمان تنسوش تابعوني على يوتيوب وعلى الفيسبوك، تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين. طيب برج القوس الفترة دي شايفاك بتعمل ريليز لحاجة، كأنك بتتحرر من طاقة معينة، كأنك بتتحرر من حيرة، بتتحرر من طاقة قلق، بتتحرر من حاجات كانت مثلا كنت خايف منها، كنت خايف ما تحصلش او خايف حاجات تحصل. فكان في طاقة قلق قوية جدا جدا، شايفاك الفترة دي بتتحرر من هذه الطاقة يا برج القوس. تاني حاجة شايف عندكو قدرة على التعبير على مشاعركو، يعني بتعرفين تكلموا، عارفين تعبروا عن مشاعركو، عارفين تتكلموا، عارفين يعني شايفاكو اكثر ثقة في نفسكو، ثقتكو في نفسكو واضحة جدا جدا الفترة دي، بتعرفوا تعبروا عن مشاعركو، بتعرفوا تعبروا على الاحاسيس بتاعتكو، ودي حاجه كويسه جدا جدا. شايفه شكلكم عندكم تغيير قوي في الشكل، يعني ممكن تعملوا نيو لوك، تخسوا عندكم نيو لوك حلو جدا يا برج القوس في الفتره الجايه. يعني الناس هتستغربكم ومش هتعرفكم، هتغيروا حاجه كنتوا متعودين عليها دايما في اللوك بتاعكم في شكلكم. طيب عندكم كمان بدايات جديده في شهر مارس، في بدايه جديده حلوه بالنسبه لك، بدايه جديده متغيره او مختلفه، بس انت مبسوط في البدايه الجديده. البدايه الجديده بتديك دعم، بتديك طاقه. طيب الحاجه اللي عايزه احذر منها يا برج القوس هو تحذير مالي. خلي بالك على فلوسك يا برج القوس، خلي بالك حد يضحك عليك وياخد منك فلوس، خلي بالك ما تقرضش وما تقترضش، يعني ولا تدي فلوس ولا تاخد فلوس من حد. فيعني حاولوا تركزوا جدا جدا في اموالكم الفتره دي. بالعكس انا شايفه كمان ما شاء الله مارس او ممكن نهايه مارس او بدايه ابريل جالك فلوس حلوه، جالك رزق حلو جدا يا برج القوس. طيب التحذير الثالث اللي عايزه اقوله لبرج القوس لا للعصبيه، يعني حاول تمسك نفسك من العصبيه، من الاندفاع والتهور، ولا تندفع في افعالك، ولا تندفع في اقوالك، ولا تندفع في مشاعرك. يعني عايزاكم كده تهدوا، كالم داون يا جماعه، بطلوا انفعال يا قوس. القوس دايما من الابراج الانفعاليه، من الابراج المتهوره، من الابراج اللي بترمي نفسها في البحر يعني. طيب زي ما قلت عندك بدايات جديده، حياه جديده، في ستارت، في حاجه جديده بتبتدي عندك. قبل ما تدخل البدايه الجديده دي جمع معلومات ازاي تنجح فيها، ازاي تقدر توصل للي انت عايزه. شايف عندكم فرح وسعاده وانبساط وشعور بالامان، عندك شعور بالامان، يعني بتحس بالاستقرار النفسي والامان. زي ما قلت ان كان عندك طاقه سلبيه وقدرت ان انت تتحرر منها يا برج القوس، يعني كانك اخيرا تحررت من حاجات كانت صعبه. طيب لو عندك ضغوطات ماليه او ديون او حاجات ضغط عليك الفتره دي، شايفك بتتحرر من هذه الضغوط الماليه. وشايفه كان عندك فرحه مع الاهل، مع الاصدقاء، حاجه بتفرحك، بتحتفل مع اهلك، بتحتفل مع عيلتك، عندك حاجه حلوه بتحتفل بيها. والحاجه اللي عايزه اكد عليها ان برج القوس عندكم رزق مالي قوي جدا، عندكم مصدر دخل جديد، عندكم مشروع جديد بتفكر فيه، حاجه فاينانشال بتفكر فيها، علاقاتك الاسريه وعلاقاتك العائليه في تحسن مستمر، صحتك في تحسن. even your look زي ما قلت ان برج القوس عنده نيو لوك، هيغير شكله، هيغير طريقته، حاجه جديده هتبهر الناس بيك جدا جدا. انا شايفه ان الفتره الجايه بتاعت برج القوس كلها تغييرات، في تغييرات كثيره تحصل في حياتك، بس انا شايفه تغييرات للاحسن، تغييرات الافضل، تغييرات الاقوى. فكل التغييرات اللي داخل حياتك يا برج القوس انا شايفاها تغييرات ايجابيه كويسه جدا جدا. يا جماعه بليز قولوا لي الطاقه دي متوافقه معاكم ولا لا، وقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. بليز عايزاكم كلكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا لي فولو على انستغرام. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج القوس والحب. زي ما قلت شايفاك بتتحرر من طاقه حيره او من انرجي بتاعت حيره، كنت محترمه بين شخصين، كان عندك حيره ما بين قصتين حب، كان عندك حيره ما بين ماضي وحاضر، كان عندك حيره قويه جدا جدا، وشايف ان انت قدرت خلاص تاخد القرار وتاخد تقرر. يعني لو انت سنجل يا برج القوس وشايفاك كاريزمتك بتزيد، جاذبيتك بتزيد، شكلك بيحلى، وعندكم نيو لوك حلو، بتهتم بجسمك، بتهتم باللياقه بتاعتك، بتهتم بالفيتنس بتاعتك، بشكلك، بالستايل بتاعك، وهيجيلك عروض حب ومعجبين كتير جدا، يعني ناس كتيره جدا هتبقى اتراكتد ليك ومنجذبه ليك، حاسه بجاذبيه وحب ليك. هذه الاشخاص ابراجهم الابراج التاليه: ابراج مائيه،
عقرب حوت سرطان، ابراج هوائيه الدلو ميزان وجوزاء، وابراج ترابيه كمان ترعه عذراء وجد. يعني فهذه الطاقات موجوده حواليك في الحب، اوكي، وفي ابراج هقول لكم عليها في نهايه الفيديو. لو انت بقى مرتبط يا برج القوس، فشايفه حبيبك زعلان منك ومتضايق منك، ومع ذلك مش مبين لك، يعني هو غامض شويه او قرر انه يكون غامض. شايفه حزين لان انت مش مهتم بيه زي زمان، يعني هو شايف ان انت اهتمامك بيه قل، او ان في حاجه شدك منه، او في حاجه سحبه اهتمامك وطاقتك، فهو زعلان وغيران عليك جدا جدا، حتى لو ما بينلكش الغيره بس الشخص ده ما بيحبش يبان مشاعره، ما بيحبش، يعني شخص غامض. انا شايفه شخص غامض ومن الاشخاص اللي صعب ان هي تبين مشاعرها. فهو حزين، دماغه شغاله، بيفكر كتير، وعايز اعرف سبب انشغالك عنه، او سبب بعدك عنه. هو شايفك مهتم بشكلك، مهتم بنفسك، مهتم بشغلك، مهتم بلياقتك، فغيران، يعني هو غيران عليك وخايف ان انت تروح منه لان هو منبهر بيك. الشخص ده شايف حاجه كبيره قوي برج القوس، شايفك ان انت، يعني هو بيحبك، او شايف ان انت علاقته بيك، خايف تروح منه، خايف حد يخطفك منه، هو غيور جدا جدا جدا. فهو يعني حزين ومتضايق، بس مبين لك عكس كده، بالعكس مبين لك ان عايش حياته ومبسوط وفرحان، انه مش في دماغه، بس هو في دماغه برج القوس، بس مش عايز يبين كده، وخاصه لو يعرف ان في طرف تالت، او ان انت لسه خارج من طرف تالت. انا عماله بكح فعلا. طيب الشخص ده زي ما قلت ان هو بيعرف يخبي مشاعره الحقيقيه بطريقه ذكيه، وشخص ذكي جدا، وبيعرف يبين عكس اللي جواه، بيعرف يبين عكس مشاعره. طيب ماي ادفايس ليك، ما تدلقش على الشخص ده، لان الشخص ده بيحب الشخص المدلوق. خليك تقيل، خليك واثق في نفسك زي ما انت. بس انا شايفه ان انت من يوم 20 مارس الدنيا هتظبط عندك جدا يا برج القوس، لان الشمس قريبه تتنقل من برج الحوت لبرج الحمل، وبرج الحمل برج صديق وداعم ليك، فهيدعمك في كل الاصعده، وخاصه عندك رزق جديد، وعندك شغل جديد او مشروع جديد، في رزق حلو جاي لك يا برج القوس. طيب الشخص اللي بحكي لك عنه ده خطواته ايه؟ خطواته ان هو هيراقبك في صمته، ومش هيبين اعجابه وحبه ومشاعره الصادقه، بس هو خطواته ايجابيه، يعني هو عايزك، عايز اقرب منك، مش عايز يبعد عنك. بس هو غيران، او حاسس ان انت ممكن تروح منه، او حاسس ان انت ممكن تروح لحد تاني، فدي حاجه اللي مضايقاه. وعايز يقرب لك، يعني هو عايز يقرب، عايز يكسر المسافات اللي ما بينكوا، عايز يبوح لك بمشاعره، بس عايز يحس بالامان في العلاقه معاك، ومش حاسس بالامان في العلاقه دلوقتي، وهو شايفك جذاب جدا جدا جدا. زي ما قلت عندكم بدايه جديده، بدايه في دراسه، بدايه في عمل، بدايه قصه حب، بدايه تعارف، بدايه تغيير في حياتك يا برج، يعني تغيير في حياتك لطيف. وحبيبك كمان شايفك ناجح قوي، شايفك جذاب، شايفك اتراكتيف، شايفك شخص محبوب جدا جدا جدا. انا شايفه ان انت ما تدلقش على هذا الشخص اللي هو بيحب الشخص المدلوق، بالعكس خليك تقيل، هو عايز يرجع لك كده كده، وهو عايزك، حتى لو باين بقى ان عنده اوبشنز كتيره قوي، وهو بقى هيبين لك ان اعملك البحر طحينه، عارفين البحر طحينه، واعملك البحر طحينه، علشان هو عايز يغيظك لانه متغاظ منك، فعارفين بقى لو طب ماشي، مش انت عندك معجبين، انا كمان عندي معجبين، مش انت عندك ناس بتجري وراك، طب انا عندي بقى ناس بتجري ورا اكتر منك. هو كده عنيد، الشخص ده عنيد جدا على فكره. طيب طاقات الابراج اللي ظاهره في برج القوس في الحب والارتباط والعاطفه، طاقه برج الثور، طاقه برج العقرب، طاقه برج الدلو، طاقه برج السرطان، طاقه برج العقرب مره تانية، الثور، عذراء، اسد، سرطان مره تانية، عذراء مره تانية. دي الطاقات اللي ظاهره حوالين برج الثور في الثور القوس في القراءه العاطفيه. نصيحتي الاخيره ان هو حاول تبطل تسيطر على كل حاجه في حياتك، حاول تبطل تسيطر، او بلاش تبقى مسيطر بزياده، لان يعني الصفه دي ممكن تخليك تخسر حاجات كثيره جدا جدا. بس زي ما قلت ان انت النص التاني عندك ايجابيه، مبسوط، فرحان، ناس بتقرب منك جديده، عندك تعارف بناس جديده، عندك اشخاص جديده بتدخل حياتك، شايفه طاقتك الانرجي بتاعتك قويه وايجابيه، وانت مبسوط جدا يا برج القوس، وطاقتك حلوه بصراحه، وعندك نجاحات، تفوق في العمل، وفلوس ورزق حلو جدا جدا جالك. زي ما قلت الحاجه الوحيده اللي بحذركم منها هو العصبيه الزياده او الاندفاع او التهور، فقبل ما تاخد اي اكشن او تعمل اي حاجه او تقول اي حاجه فكر كويس يا برج القوس. عدوا من 1 لـ10 لان انتم من الابراج المندفعه المتهوره في صراحتها او في طريقتها. بس
بس انا شايفه طاقه حلوه، طاقه جميله، طاقه مليانه تغيرات كتيره ايجابيه حلوه الفتره القادمه. يعني الفتره القادمه هي فتره التغييرات وفتره الرزق وفتره الشهره كمان. عندكم شهره على فكره حلوه جدا، يعني اي حد من برج القوس ليه علاقه بالشهره هتشتهروا جدا جدا. زي قلت هيجي لك عرض حب من شخص ناري او من شخص مائي او ترابي. شكرا شكرا، بحبكم جدا جدا، اشوفكم فيديو تاني. باي باي باي، مع السلامه.